انا زهقت بقى والله العظيم زهقت، كل يوم مذاكره مذاكره. الواد ده جاب لي صرع، ويا ريت في حد حاسس ولا مقدر. بذمتك انت مش مكسوفه من نفسك؟ يعني دي مذاكره؟ دي ده كلام عيال يا بنتي. والله طب ايه رايك ان انا من النهارده مش مذاكره له خالص؟ وريني بقى شطارتك يا عم نيوتن. شطارتي ليه ان شاء الله؟ وانا هدرب المانيا في كاس العالم، مالها؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ستي. يا سلام، خمس دقايق وحصلك. هي شغلانه. ادم حبيبي، يلا احنا نشيل بقى الكلام ده، ها، ونقعد بقى ايه، نحل الواجب مع بعض انا وانت مع بابا، ونكيد العوازل كده في خمس دقايق، ونقوم بقى مع بعض نتفرج على ابراهيم الابيض ونهيص. يلا شويه. لا يلا بينا، يلا دلوقتي. كمان شويه عشان بفكر في حاجه بس. لا الف سلامه، مفيش تفكير يا حبيبي في السن ده. يلا انت اللي هتعمل معايا الواجب ده اذا ما كانش يضايقك. طب انا عايز اكل. ادم انت بقك ملح والصلصه من رابع طبق مكرونه اكلته النهارده. يلا بينا. قصدي عطشان. ادم الميه هي يا حبيبي، اشرب ويلا. انا عايز عصير كيوي. عصير كيوي؟ لا ده بص يا حبيبي، ان شاء الله بقى في المصيف في السنه الجايه واحنا بنصيف في تايلاند زي كل سنه نبقى نجيب لك عصير كيوي. ممكن بقى نرش ميه يلا ونشوف شغلنا ورانا ايه. انا عايز اعمل بيبي. اعمل بيبي يا ادم. لا خلاص روحي، كتر خيرها، يلا بينا. لا لا رجعت تاني. ادم حبيبي امسك نفسك خمس دقايق نخلص الهوم ورك وتعمل اللي انت عايزه. طب هروح اتوضب. تتوضب؟ اتوضب. تتوضب ازاي؟ ايه تتوضب؟ اتوضب عشان اصلي العشاء. الله اكبر، هتصلي العشاء الساعه 2 الظهر؟ حبيبي انت كل ما تتزنق تشهر اسلامك؟ ده على اساس ان انا هعيط وجسمي اشعر والكتاب يتهز في ايدي والاذان بيدن وكده؟ ادم ممكن يا حبيبي نشوف ورانا ايه علشان نخلص؟ متصدق. ايه؟ متصدع. متصدع؟ طيب يا حاج، ان شاء الله كمان يومين كده نروح نجيب نتيجه التحاليل ونطمن على راسك وعلى صحتك كلها. ممكن بقى نبتدي نعمل الهوم ورك. طيب انا خدت واجب عربي. ممتاز، خدنا ايه في العربي؟ الجمله الاسميه والجمله الفعليه. هايل ابني حبيبي، يلا اقرا. يعالج الطبيب المرضى. الله الله، حلو جدا. ممكن بقى تقول لي دي فعليه ولا اسميه؟ ها؟ فعليه. فعليه. الله يا عيني عليك يا حبيب قلبي، تقدر تحولها لي الجمله اسميه يا رافع راس ابوك؟ الطبيب يعالج المرضى. يا مدلعني، اهو والواد لوحده وماشي زي السكينه في الزبده. يا حبيبي يا حبيبي، يلا بقى حول لي دي بقى الجمله اسميه واكتبها. اكتبها ليه؟ هو الواجب انك تحول الجمله من فعليه لاسميه. يلا. ما هي يا حبيبي، هي بس دي فعليه ودي اسميه. بس المرضى بيتعالجوا في الحالتين. يا حبيبي ربنا يشفي الجميع، لكن الواجب انك تحولها من جمله فعليه لجمله اسميه. ليه؟ طب ايه الفرق؟ يا حبيبي هو الواجب كده، حول الجمله الفعليه لجمله اسميه واكتبها. حل الواجب، الواجب حله، ما تجيبليش البواسير، البواسير ما تجيبليش. ايه؟ اسنانك تتلخلخ. هاخلع هاي. تخلع ايه وتعمل ايه في اسنانك يا ابني؟ يا ابني اقعد. يا ابني يا زلمه المستشفى، بعمل عمليه في اسناني وبوديكم في المستشفيات. انا اللي اروح المستشفى انا ويجي لي الضغط، انا الساهل. اقعد انت هنا يا حنان. يا حنان اكتب ورايا يا ادم يا حبيبي. الام تصنع المعجزات، تصنع الام المعجزات. المعجزات بالته مش بالطه يا عسل. هتحتاجي حاجة تانية يا حبيبتي؟ هروح أنا أنشر الغسيل. الله يكمكم.